خلينا بقى نبتدي كده حلقة النهاردة بموضوع مهم جدا الحقيقة. مفيش شك انه أزمة كورونا كان ليها تداعيات اقتصادية على دول كتير جدا، وشفنا انه معظم دول العالم واجهت ده بانها بتعمل ميزانية انكماشية، او بمعنى اخر بتحاول تقلل الانفاق العام. لكن لو بصينا لمصر هنلاقي ان الموضوع ده واخد منحى تاني خالص او توجه مختلف، لانه احنا عندنا مشروعات كتيره وحجم تشغيل اكبر، بالتالي احنا محتاجين ان احنا نزود الاستثمارات العامه ويكون عندنا كمان ميزانيه ضخمه. واول ملامح هذه الميزانيه ظهرت امبارح في التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الماليه، واللي اصدر حوالي 7 توجيهات، اولهم رفع الحد الادنى للاجور ل 2700 جنيه. اكيد ده هيكون ليه تاثير ايجابي على دخل المواطن وعلى مستوى معيشته، خاصة أنه دي مش أول مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى، دي المرة الثالثة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب خلينا نبص أول مرة كانت إمتى؟ أول مرة كانت في يوليو 2019، وزادت وقتها حوالي 800 جنيه، يعني ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه ووصل ل 2000 جنيه. الزيادة الثانية كانت في مارس السنة اللي فاتت بقيمة 400 جنيه، ووصل الحد الأدنى ل 2400 جنيه. امبارح سيادة الرئيس زود كمان 300 جنيه عشان يوصل الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه. ولو وقفنا شوية عند الأرقام دي هنلاقي نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى إنه في 3 سنين الحد الأدنى للأجور زاد أكتر من الضعف. النقطة الثانية بقى، وهي اللي لازم يكون تحتها مليون خط، هي إن الدولة قررت من نفسها إنها تزود الحد الأدنى للأجور من غير ما احنا نطلب، من غير ما المواطن يطلب. يعني محدش من العاملين او النواب او السياسيين او الاقتصاديين قال اننا لازم نزود الحد الادنى، لانه اصلا لسه الناس صرفة الزياده الثانيه اللي هي 2400 جنيه في شهر 7 اللي فات، يعني من 6 شهور. وده لو بيدل على شيء فهو بيدل اننا امام دوله بتشتغل بخطه مدروسه، مش بتشتغل بسياسه رد الفعل او انها بتنتظر لما الناس تطلب، بالعكس هي اللي بتكون صاحبه المبادره لانها بتشتغل ودايما عينها على المواطن هو هدفها الاول والاوحد. كمان الدليل على هذا الكلام انه في باقي التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، وهي اقرار علاوتين بتكلفه نحو 8 مليار جنيه. الاولى علاوه دوريه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 7% من الاجر الوظيفي. الثانيه علاوه خاصه للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه 13% من المرتب الاساسي، ده غير كمان زياده الحافز الاضافي بتكلفه اجماليه حوالي 18 مليار جنيه. الحقيقه دايما انا بحاول اسرد لحضراتكم الارقام عشان نبقى مقدرين حجم الخطوات والانجاز اللي بيحصل في هذه النقطه تحديدا، لان دي نقطه بتمسنا جميعا مباشره. كلها قرارات مهمه جدا، توجيهات هدفها هو تحسين احوال الناس المعيشيه وانهم يعيشوا بكرامه وجوده حياه. يمكن يا حسام بنشوف بعض الدول يا دول متقدمه بتشتغل طبعا على جوده حياه المواطن، والدول الناميه بتشتغل على توفير حياه كريمه. احنا دلوقتي وفي ظل جائحه كورونا كمان بنشتغل على الخطين بالتوازي. مظبوط جدا جدا.